في محل هون. لا لا رح نمشي رح لازم رح ندخل لأنه نشتري. بتصير بالماركت الكبير؟ إيه. على البحر بتصير؟ والله يا رح على البحر. بس كبير. كبير. ماشي الله. طلع لك سعره طلع يسكوا هيك مضربوا خفايا خلص الدم حاجة شال سكين مضربوا سكينة أنا ضربوا الثاني سكين سكتوا أنا اللي أولاد الحرام فيها They were fighting with a knife. That's what he's telling me. The guy poked what? The other one with a knife. This is why it was a big fight. Don't bring the knife into fist fight. Just use the fist and legs. Yes, yes. بس هني أصحابي عند الميت شب واقفين ممكن ظلموا أبدي يظلمون بضربوا لراسه بيموتوا بعد يروح سجن ها بطل عسى منه شوفوا هون محل جبن كويس تمام بدك حمصي بدك أي شيء عندك مرات ما بدنا جبن ولا أي شيء بدنا بس بسكوت بدك جبن وشيء اذا بدك انت بسكويت وشيء بدك ماركت كبير والله بدي احطك تمام قلت كنت اساس لي البلاد في ريال ما بتدرس صباحا انت على الضوء في الماركت حط واحد قلت له قول لي صباحا البحر في عندي واحد كثير مو بعدها حط على الشغل هذه تبغى تضيع نص ساعه The supermarket is here. We have 5 minutes.